لا تفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هكذا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح القسطنطينية التي كانت أعتى ممالك الدنيا. كان ذلك المجد والشرف من نصيب محمد الثاني تابع سلاطين الدولة العثمانية. فتح عاصمة البيزنطيين وهو في العشرينات من عمره، وهكذا قضى نهائياً على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرت 11 قرناً ونيف. ويعتبر الكثير من المؤرخين هذا الحدث خاتمة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. ولد محمد الفاتح في 20 من أفريل سنة 1429 وتوفي في 3 من مايو سنة 1481، أي أنه عاش 52 عاما. كان السلطان محمد الفاتح قمحي اللون، متوسط الطول، متين العضلات، كثير الثقة بنفسه، ذا بصر ثاقب وذكاء حاد، ومقدرة على تحمل المشاق، يحسن ركوب الخيل واستخدام السلاح، ونادرا ما أدى الصلاة في غير الجماعة. كان الفاتح محبا للتفوق، سريعا في فهم المواقف، يحسن معالجة الأمور، كثير اليقظة بعيد النظر. كان محبا للعلماء والأدباء، ويجد متعة في مناقشتهم وسماع نتاجهم. والسلطان محمد الثاني هو ابن السلطان مراد الثاني من زوجته هما خاتون، وروي أنه لهذه السيدة دور كبير في الإعداد النفسي لهذا البطل لفتح مدينة القسطنطينية. أما الرسومات التي ترونها أمامكم فقد رسمت بيد السلطان محمد الثاني، وهي مأخوذة من كتاب رسوماته عندما كان صبيا. توفي أخوه الشهزاد علاء الدين، فحزن أبوه مراد الثاني لذلك كثيرا، واهتم إلى درجة أنه سئم الحياة وتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر 14 عاما فقط. ولكن الأعداء غدروا بمعاهداتهم وهجموا على بلاد البلغار، فكتب محمد الثاني إلى والده يطلب منه العودة ليتربع على عرش السلطنة تحسبا لوقوع معركة مع المجر، إلا أن مراد رفض هذا الطلب. فرد محمد الفاتح: إن كنت أنت السلطان فتعال وقف على قيادة جيشك ورئاسة دولتك، إن كنت أنا السلطان فإني آمرك بقيادة الجيش. وبناء على هذه الرسالة عاد السلطان مراد الثاني وقاد الجيش العثماني. كانت تلك الفترة هي الفترة الأولى لاعتلاء محمد الثاني العرش. وفي سنة 1451 توفي السلطان مراد الثاني، واعتلى محمد الثاني العرش مرة أخرى، وهذه المرة بدأ السلطان محمد الثاني بالإعداد لفتح القسطنطينية. حسن مضيق البوسفور حتى لا يأتي منه مدد، وقام بجمع الأسلحة والاعتناء بالأسطول. عقد أيضا عدة معاهدات مع أعدائه المختلفين ليتفرغ لعدو واحد. جمع عددا كبيرا من الجند، فكانوا قرابة 250 ألف جندي، أي ربع مليون. خطب فيهم خطبا قوية وحثهم على الجهاد، وأيد خطبته بالأحاديث النبوية التي بشرت بفتح القسطنطينية، وقد تم له النصر ليدخلها رابحا مظفرا. ولا يزال فتح القسطنطينية حسرة في قلوب الكثيرين من الغربيين الذين لم يبخلوا بأي تهمة يشمون بها السلطان محمد الفاتح إلى يومنا هذا. تهم كثيرة وقذرة يريدون أن يلصقوها بهذا السلطان العظيم. إلى يومنا هذا لا يزال الكثيرون يشيرون إلى إسطنبول باسم القسطنطينية، وهي التي مرضى على فتحها أكثر من 500 عام. لم تقتصر إنجازات محمد الفاتح على فتح القسطنطينية فقط، فقد خاض عدة حروب، ففتح بلاد مورا ووحد الأناضول، وحارب أمير الفلاخ دراغولا، وفتح البوسنة، وفتح إمارة قرمان، وحارب المغول، كما فتح أيضا عدة جزر يونانية. وفي سنة 1481 قاد السلطان حملة لم يحدد وجهتها، لأنه كان شديد الحرص على عدم كشف مخططاته العسكرية حتى لأقرب وأعز قواده. وعندما سئل مرة عن وجهته قال: لو عرفته شعرة من لحيتي لقلعتها. لكن المؤرخين يخمنون بأنها كانت إلى إيطاليا. عرض أهل البندقية على طبيبه الخاص يعقوب باشا أن يقوم هو باغتياله، ولقد كان إيطالي الولادة. بدأ يعقوب يدس السم تدريجيا للسلطان، ولكن عندما علم بأمر الحملة زاد جرعة السم، وتوفي السلطان في 3 من مايو سنة 1481 بعد أن استمرت مدة حكمه 31 عاما. انفضح أمر يعقوب فيما بعد، فأعدمه حرس السلطان. وعندما وصل خبر موت السلطان إلى البندقية بعد 16 يوما، احتوت الرسالة على هذه الجملة: لقد مات العقاب الكبير. انتشر الخبر في البندقية ثم إلى باقي أوروبا،
وراحت الكنائس في أوروبا تدق أجراسها لمدة 3 أيام بأمر من البابا. دفن السلطان في المدفن المخصوص الذي أنشأه في أحد الجوامع التي أسسها في الأستانة، وترك وراءه سمعة مهيبة في العالمين الإسلامي والمسيحي. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أنجزته استجابة لطلبات متابعينا الكرام. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة عن التاريخ العثماني.